حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا ملذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. أمي حديثي علي رضي الله عنه nilikuwa mtu mwenye kutokwa na madhii sana. Nikamwamrisha Mikdadi aniulizie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema inampasa atawadhe. Imepokewa na Al-Bukhari.